احنا دلوقتي هنروح لاصاله. الاسبوع اللي فات كان معانا خبر عن فنانه اصاله، لكن النهارده معانا خبر مختلف عن اصاله، فحابه تقولي لنا الخبر ايه. طبعا من بعد شائع طلاقه لنفيتها وطلع خيها قال انه لا اكيد هي ما اتطلقت، طلع موضوع جديد عن الملحن حلمي بكر يلي هو بيلحن لاغانيها. وطبعا حكيوا كمان نرجع منفوت، انا بدي اعتذر كل المشاهدين، اليوم عم نحكي كثير عن خلافات ما جبنا لهم خبر حلو. هو ده اللي موجود دلوقتي. هو بيقول انه هي ناكره الجميل وهي بتقول انه انا لا ما نكرت الجميل، وبليز خلى النقابه تهتم بالاشياء، المشاكل اللي عم بتصير على الصعيد الفن لا اخلاقيه، تنسى مشكلتي انا وتركز على اللي عم بيصير مشاكل تانية. وقالت انه انا حلمي بكر انه صح انه انا غنيت، واجا هو قال انه هو طلعني او انا رحت لعنده، كانت حامل وقت رحت لعنده، هو عم بيقول انه هي ما بتغنيني من الحاني وعيب انا اللي طلعتها. وكانوا موجودين بحفله، اجت اختها لاصاله قالت له ممكن يكون في تعاون، قال لا كرامتي انا النقابه بتجيب لي اياه وانا رح ارجع بالحق والقانون، انا ما بدي اتصالح معها. وهي بتقول اصاله انه أنا ما عملت شيء، والفكرة أنه إذا بده يمنعني غني مش هو اللي بيمنعني، ما البلد مش لقله، مصر مش لقله، هي بتحب شعبها وهي هذا وطنها الثاني، مش أنه بتروح بشكل خياري ما بتجبر تروح على مصر وبتحبها كثير، أنه مش من المستحيل يعني أنه حلمي بكر الملحن يمنعها تفوت على مصر. آخر شيء أنه هي فكرة أنه بعدنا عم نسأل نحن هل تمنع أصالة من الدخول إلى مصر من وراء الملحن حلمي بكر. المشاكل راح تضل موجودة على أمل أنه تنحل، لأنه بالنهاية المي راح تعود لمجارية إذا هي رجعت التفت، هي اثنيناتهم بسلك واحد، أنه إذا هي فنان وأكيد هو ملحن وهي ما عند منا ناكرة الجميل، وأنا شخصيا بحب وبقدر الفنانة أصالة، أكيد يعني صار عندها شيء مثل هفوة أو نزوة، أكيد هي بترجع بتصحى وبتركز، وإن شاء الله هو يكون ما بعرف إذا في تسامح بس إن شاء الله يا رب. أيوة بس غريب قوي إن يبقى في يعني حلمي بكر شاعر وملحن معروف جدا، وكمان هو يعني كان وقف مع أصالة كتير جدا في بدايتها، فكون ان يحصل ما بينهم خلافات وان هي ما بتغنيش من الحانه، هي اكيد غنت من الحانه، هي غنت من الحانه وقت رفضت تغني بحفل من الحفلات اللي كانت بمصر، طلعت على المسرح وقالوا لها غني غنيه علي جرى، وكان هو قايل قبلها انه ما عجبني ادائها لهالغنيه، قالت له انا ماني ناطره رايه الشخصي، انا بعرف انه بأديها بشكل كتير صح وانا عندي صوت قوي. وقت انتبهت بالحفل انه في حدا من النقابه قالت انا ما راح غنيها وما بحب هذا اللحن، انتبهت انه بالجمهور في حدا من النقابه قالت لا انا عم بمزح، انه لا انا بغنيها وبحب هيدا اللحن، اكيد ترقبا تحسبا للبدو جاي، يعني عم تدرس هي خطواتها، لانه هي كثير عفويه اصلا، كل الناس بتعرف انه عفويه، اللي بقلبها دغري بتقوله على الهواء قدام الجمهور قدام المشاهد للقارئ للصحافه، ما بتخاف من شيء لانه هي عندها فن اصاله. وإذا بدها تيجي تقول أنا ما غني أكيد في مشاكل، أنا بأكد إنه في مشاكل يعني. أكيد أكيد، ما هو يعني أحياناً بتبقى في مشاكل صغيرة أو مشاكل كبيرة ما بين الفنانين ما بيعلنوش عنها طبعاً. وبتكون بس الهفوات والحاجات الصغيرة هي اللي في البداية طبعاً. طيب في النهاية أنا بس عايزة أسألك على حاجة أخيرة بالنسبة لستايل أريبيا، هي السنة الكامل المفروض أن أنتوا بتنفذوا السنة الرابعة وتوقعاتك للإيفنت وأمنيتك يعني حلمك بالنسبة لإيفنت ستايل أريبيا المرة دي السنة دي. هلأ تنحكي عن توقعاتي، أنا متوقعة هيدا السنة ستايل أريبيا، لأنه كل شيء بالحياة ما بينجح من أول مرة أو ما بيعمل خضة من أول مرة، كل سنة بينجح عن سنة. أنا بحب بهالدا السنة يعني إنه إذا لأنه عنا أسماء كبيرة بالأزياء مثل ما ذكرت أنا وليد عطلة وإزرا سانتوس الفلبيني، حب إنه بس ياخد طابع أزياء، ما بدي أقول أنا إنه أنا بس عندي حشد من المرأة من المجتمع الإماراتي أو الوافد العربي اللي عايش بالإمارات، إنه أنا بس بدي حشود، بدي الناس تنبسط بالسال قريبة وتكون فكرة إنه هو حدث ما راح يتكرر مع كل مجلة عربية، لأنه إحنا بنتعب عليه تنوصل لهيدا، هو جهود صار له شهور عم بتبلش، مش من أسبوع بلشنا لستايل أريبيا. الفكرة منه إنه أنا على بالي كمان المصمم نفسه إنه يلاقي حاله بهيدا، لأنه قد ما في عروض أزياء وكل يوم وكل أسبوع، دبي إمارة ما بتنام، يعني إذا كل يوم بدي أحكي عن عرض أزياء كل يوم بطلع باسم جديد بعد أزياء جديد بافتتاح مصمم جديد أو بعده طالع، حابة يلاقي حصة كبيرة إنه أهلاً عربي ستايل أريبيا مصمم كلهم يكونوا مع بعضهم إنه مبسوطين أو
راضيين على العمل اللي عم نعمل فيه يعني نحن. اكيد، واحنا من مرحبا بكم طبعا، هنكون موجودين هناك ان شاء الله في ستايل اريبيا ان شاء الله. بشكرك على وجودك معنا استاذه نادين، وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بتمنى ان كل فقراتنا اللي احنا قدمناها لكم تكون عجبتكم. استنونا بكره ان شاء الله وحلقه جديده مع مرحبا بكم.